زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة عن مباراة الأهلي وبطل النايجر وبداية هنا رحلة يعني الأفريقية، عندنا كلام كتير لسه عايزين نتكلم فيه عن المسابقة المحلية فيما يخص هنا كمان قوة المنافسة بين الفرق وبين تحديدا حراس المرمى. هنفتح كل الملفات دي مع كابتن ياسر مصطفى مدرب حراس ناشئين الأهلي السابق اللي منورنا دلوقتي. يا صباح الفل. صباح الفل. أنا مبسوطة طبعاً. والله إن حضرتك معانا. أنا مبسوط إني موجود مع نجمة بحجم حضرتك طبعا. ويعني وكابتن ياسر هو عامل لي كده الكفر بتاعي، على فكره الصوره دي انا بحبها جدا. طب كويس يعني. فاخترت صوره حلوه. طب الحمد لله. سعيد اني موجود مع حضرتك طبعا، وسعيد اني موجود في قناتنا قناه النادي الاهلي النادي الكوني طبعا والنادي بتاعنا، واحنا كلنا ننتمي للنادي الاهلي عشقا قبل الشغل كمان. صحيح، هي عيله فعلا واحده، وتحس ان انت وسط اهلك بجد والله، حتى طبعاً على السوشيال ميديا، فاحنا كلنا فعلا زي ما تقال عيله الاهلي، عيله صحيح كبيره. صحيح. فنبدا بقى لان عندنا ملفات كتيره، وعايز ابدا بمباراه امس. خلينا نمسك من بدايه من هنا وبعدين نرجع شويه ونطلع لقدام، في كلام كتير اكيد هنتكلم فيه. امبارح حضرتك شفت ازاي، مش هقول شفت المباراه، شفت الاداء تحديدا من لعيبه الاهلي. يعني انا مش هتكلم عن المنافس دلوقتي، انا عايزه اتكلم عن نفسي، ناحيه السرعه، ناحيه الاداء، ناحيه الاجهاد، ناحيه التركيز، العوامل الخارجيه اللي اتحدث عنها البعض منهم كابتن باتسو موسيماني. اتفضل. انت حضرتك طبعا اتكلمتي في المقدمه، كله كلام فني ممتاز جدا، يعني حضرتك يعني كانك مدربه بالظبط. ما شاء الله عليكي. شهاده كبيره بقى. ما شاء الله عليكي، يعني حضرتك اتكلمتي بشكل منظم جدا. بالنسبه للناحيه الفنيه طبعا احنا هنقول ان ارضيه الملعب اثرت كتير على الفرقه، بالتالي مستر موسيماني بدا يشتغل على الكره الطويله من اول المباراه، ودي حققت الهدف بتاعها ان احنا حظنا منها ضربه جزاء محمد شريف وعلي معلول حطها، فدي كان هدف رئيسي. لكن هو في يعني عموما بعد ما جبنا الهدف، يعني اداء النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني مش هو ده النادي الاهلي، يعني اللي احنا صحيح كنا نتوقعه، او هو ده اداء الفرقه زي ما احنا كنا متوقعين يعني. فطبعا هو في هدوء يعني غريب جدا حصل للعيبه بعد ما جبنا الجون، ومش طبيعه النادي الاهلي لما بنجيب جون بنهدى بالشكل ده، وده كانت مشكله في نهايه الموسم اللي فات. واتمنى من مستر موسيماني انه يركز مع الفرقه اكتر من كده، لان مش غياب واحد ولا اتنين ياثر على الفرقه. لا، احنا عندنا 30 لاعب، ودلوقتي بتتكلم الاهلي بمن حضر طول عمرنا، وده شعارنا الاهلي بمن حضر طول على مدار التاريخ. ايوه طول عمرنا الاهلي بمن حضر. فما تقوليش لاعب مش موجود، لاعب بيتجوز، لاعب عنده يعني التزام. كل لعيبه النادي الاهلي نجوم، يعني كل لعيبه النادي الاهلي نجوم، اقدر باي 11 اقدر اكسب. وبعدين فرقه متواضعه جدا، يعني مش فرقه قويه. ما هي دي النقطه. العوده اعتقد ان شاء الله باذن الله ان احنا هنعدي، لكن احنا بنتمنى ان هو يركز في الملعب مع اللعيبه اكتر من كده شويه، لان اداء الفرقه مش مقنع. وده سبب ان احنا السنه اللي فاتت الهدوء الزياده ده ضيع مننا بطوله الدوري، يعني احنا بقينا بنهدى، يعني اللعيبه هاديه زياده عن اللزوم. يعني موضوع ان احنا نبقى محتاجين طبعا الفرقه الثانيه بدات ضغط الشوط الثاني شويه على اساس ان هم عاوزين يتعادلوا وعلى ملعبهم، كل الكلام ده كويس جدا، لكن احنا النادي الاهلي. بس هو كان عندهم سرعه وكان عندهم قوه بدنيه غيرنا بصراحه. امبارح تحديدا في الشوط الثاني كانت باينه. لعيبه الاهلي كانت هاديه شويه، حست ان الماتش مضمون خلاص، وحست ان احنا يعني نقدر نكسب في اي وقت، فدي عملت مشكله شويه، ودي محتاجه من الخطوط شويه، يعني الشغل الفني محتاج الكلام ده اكتر شويه، ان احنا ندوس شويه مع اللعيبه، الحافز يبقى اكتر شويه بالنسبه للعيبه، الدوافع تزيد شويه، ده كل شغل فني. يعني خليني اسال حضرتك كابتن ياسر عشان نفهم برضو وجهه نظر حضرتك، هل بتشوف ان الاهلي محليا غير الاهلي افريقيا؟ يعني انا بلعب محليا، انا بلعب بتكتيك معين، جيت العب افريقيا طبعا زي ما احنا عارفين اللعب بيبقى والجيم مفتوح، بيبقى فيه فرص مختلفه، يعني فهل برضو انا كاهلي لعبت محلي زي افريقي امبارح ولا كان في تغيير؟ هو الاهلي لعب بثلاثه ديفندر. يعني مع المنافس ده ممكن ما العبش بثلاثه ديفندر، يعني احنا ادينا لهم حجم كقوه ان هم فئه قويه، لا هم مش قويين قوي، يعني فئه مش قويه قوي. فكنا نلعب بالنادي الاهلي يلعب بثلاثه ديفندر يعني كتير، يعني مش 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 فئه مثلا بنلعب مثلا خارج ملعبنا مع فئه قويه جدا اقدر اعمل لها يستدعي يعني. لا يعني اعتقد النادي الاهلي محتاج اكتر من الموسيماني انه يكون تركيزه اعلى مع التيم شويه، التحضير الذهني للمباراه. انا وجهه نظري ما كانش متحضرين كويس للمباراه، يعني محتاجه شغل فني في التحضير الذهني مهم جدا بالنسبه للعيبه. ان انا ادي لهم دوافع ان انا بطوله افريقيا وانا لازم احافظ على اللقب
وعندي كاس عالم للانديه، يعني في دوافع كتيره جدا مهمه جدا من المدير الفني ان هو يدي دوافع للعيبه. امال انا شغلتي مدير فني ان انا كل مباراه لازم ادي دوافع للعيبه جديده تحفزهم على اداء يكون افضل من المباراه اللي قبلها. لكن انا حاسس ان في هدوء مع لعيبه النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي احنا كنا نجيب جول واللعيبه تبقى هاديه كده، لا كنا عاوزين نجيب الثاني والثالث، هو ده طبيعه النادي الاهلي. يعني بتتكلم في شخصيه البطل اللي احنا عارفينها عن النادي طبعًا. الاهلي لم توجد بالامس. وبعدين النادي الاهلي اول ما احس انه بيلعب كوره طويله كتير مش طبيعه الملعب مش كويس، لكن لما بدانا نضغط عليهم قطعنا كتير، بدانا الكوره بتاعتنا برضو اتقطعت، يعني انا بعمل باس 1 2 3 تتقطع 1 2 تتقطع بصراحه يعني. لكن لما كنا بدانا المباراه وضغطنا عليهم من فوق وعملنا ضغط عالي في اول المباراه استحوذنا وكان شكلنا كويس وبدانا نشتغل كويس. لما بدانا نعتمد على القوه الطويله ودي مش طبيعه النادي الاهلي. ايوه صحيح. يعني افتقد الهويه بتاعتنا ان هي القوه الطويله دي مش طبيعه النادي الاهلي. عندنا يعني افضل 30 لعيب يعني يعتبر في القاره. صحيح. فبالتالي احنا نقدر نستحوذ ونقدر نلعب ونقدر نشتغل. طب لو رحنا لحارس المرمى، انا دلوقتي وده طبيعي جدا حارس المرمى بتاعي ممكن ان هو يصاب ما يبقاش بيلعب زي دلوقتي وضع الشناوي، ربنا ان شاء الله يرجعه لنا بالسلامه. عندك علي لطفي، علي لطفي برضو بصراحة لما الأهلي احتاجه هو أدى أداء محترم جدا، ولكن البعض كان برضو من وجهة نظره هو أنا ليه ما عملتش علي لطفي يعني يكون أو ما جهزتش علي لطفي بشكل أنه هو يكون مستعد ممكن أكتر من كده بمراحل كتيرة. يعني محدش بيتكلم أنه هو مش حارس مرمى جيد، أنا بقول لحضرتك النقاط اللي طرحت، أنا ليه ما كنتش بجهز لعبتي أكتر من كده وبشاركهم علشان لما يجي أو يحين الوقت يكون جاهز بنسبة حتى 90%. هو هنا في كذا مدرسة بالنسبة للحارس المرمى، إن أنا بعتمد في مدارس بتعتمد على الحارس الأول يفضل يلعب لحين ما يحصل أي مشكلة وأبدأ لاعب الحارس الثاني وساعتها يحصل مشكلة. هو مفيش مشكلة يعني علي لطفي أنا شايفه مالوش أي مشكلة بالعكس، لما لعب قبل كده حتى في ولما قعد كان كويس جدا ماتش الزمالك كان عامله كويس جدا صراحة. وعلي لطفي حارس كبير، احنا علي لطفي كان منتخب مصر ومنتخب مصر أولمبي وحارس كويس جدا، كذلك مصطفى شوبير على فكرة. مصطفى شوبير على فكرة أنا اللي اكتشفته في النادي الأهلي. أنا كنت عايز أروح للنقطة دي. أنا اللي اكتشفته في النادي الأهلي وأنا اللي مأيده هو أحمد بن طارق سليمان، فالاثنين أنا منقيهم الاختبارات على فكرة. وكان الكابتن الله يرحمه الكابتن أحمد ماهر قال لي يعني الولد ده كويس، قلت له كويس جدا واخترناه بدون ان احنا مش عارفين ده ابن الكابتن شوبير ولا ده ابن طارق سليمان، لان النادي الاهلي كبير يعني النادي الاهلي. فانا شايف ان علي لطفي امبارح حتى الهدف هو اللي يسال عنه. ايوه يعني صحيح. هو يعني حتى لو كان الشناوي موجود كانت ممكن تبقى الهدف لا موجود. محدش لام علي لطفي امبارح اطلاقا، بس البعض تحدث عن انا ليه عامه ما بجهز لاعبتي اللي هم البدلاء بتوعي ان كيس حصل حاجه زي كده. يعني دي نقطه، معلش اكمل لحضرتك النقطه الثانيه. وبرده اتقال انا اصلي ما عنديش بلاي ميكر عشان قفشه بيتجوز، قال لك طب ما هو برده اللي رد قال وانا مش مفروض ان انا ابقى معتمد على بلاي ميكر يعني مش كده هي بتقاس. يعني بالنسبه لحراسه المرمى هي علي لطفي لما لعب امبارح هو يعني ظرف ان الشناوي اتصاب في المنتخب وكده، لكن هي المشكله مش في كده، المشكله ان احنا عندنا احسن 3 جون في مصر برده. يعني لما نتكلم على الشناوي حارس مرمى افريقيا ومن احسن الحراس، علي لطفي حارس قوي جدا وكان بيلعب منتخبات بس مش هقدر اخد 2 من نادي واحد، لان يعني علي ما بيلعبش بصفه مستمره. فبالتالي علي مصطفى شوبير حارس كويس جدا وعنده امكانيات فنيه عاليه جدا. لكن في مدرستين بالنسبه لاختيار الحارس المرمى، في مدرسه بتعتمد على الحارس اللي هو بيلعب على المستوى على طول وما قعدوش الا لما يبقى في سبب قهري او مثلا مستواه اتهز مباراه في الثانيه في الثالثه ابدا اغير وادي له قسط من الراحه وابدا يلعب. لكن في مدرسه ثانيه بتعتمد على نظام يعني روتيشن لكن انا مش مع المدرسه دي الصراحه. حضرتك مع المدرسه الاولى التثبيت، حراسه المرمى كل ما بيلعب كل ما بيزيد مستواه كل ما بيتقل في اللعب كل ما الاخطاء بتاعته بتقل، مع شغل المدير الفني والمدرب بيبدا الشغل يبقى كويس جدا، في انسجام بينه وبين خط الظهر، في انسجام بينه وبين الفرقه. يعني طبعا انت عارف حارس المرمى هو يعني اول خط هجومي اخر خط دفاعي، فمحتاج يبقى فيه شغل جامد جدا فني مع الفرقه من الناحيه الفنيه ومن ناحيه التمركزات بتاعته وطريقه اللعب، لان الحارس مهم جدا بيطبق مع المدرب طريقه اللعب. لو بنلعب باربعه هو بيشتغل ليبرو مع الناس من تحت يبدا يحضر، بنبدا من تحت يبدا هو يشتغل ازاي، بنبدا نشتغل زي مباراه امبارح على الكوره الطويله هو بيبقى له دور مهم جدا، فدي حاجات مهمه جدا. فانا مع المدرسه التثبيت،
وده طبيعي ان احنا دلوقتي جايبين ثلاث حراس ليه؟ عشان ده يلعب لما يبقى في مشكله. وعلي امبارح ما كانش اداؤه ما كانش فيه مشكله، انا مش شايف انه كان فيه مشكله. لا ما حدش تحدث عن فعلا كان فيه مشكله مع علي لطفي. خليني اروح مع حضرتك برده وبنتكلم في رحله ال 11. تمام. وهي رحله تكاد تكون ممكن نقول اصعب من رحله التاسعه والعاشره. صحيح. عشان نبقى يعني صادقين. فهي مشوار ومشوار صعب، وربما كمان اداء الفرق المنافسه افضل، تتكلم برده في يعني تغييرات ونجوم دخلت وفرق صعدت وحاجات زي كده، فانت عندك برضو ميشن صعبه. انا دلوقتي كاهلي او يعني بتكلم على داخل بقى على مشوار لازم لازم باذن الله يكلل بالنجمه ال 11 ان شاء الله، انا مفروض اخش الدافع بتاعي ايه؟ اخش جاهزيتي ايه؟ يعني ده برضو احب اعرفه منك كابتن ياسر. هو ده اللي انا قلت لحضرتك، ان ده دور المدير الفني ان هو يدي دوافع للعيبه، كل مباراة ليها دوافع وكل بطولة ليها دوافع بتاعتها. يعني الأمر دلوقتي بنتكلم عن موسيماني هو طبعا الأساس هو في هذا هو هو رقم يعني. واحد هو اللي بيشتغل مع الفرقة، هو المدير الفني، هو اللي بيختار ال 11 اللي بيلعبوا، هو اللي بيختار التغييرات. فأنا بالنسبة لي كلاعب دوري إن أنا يعني جندي في المعركة، يبدأ المدير الفني يحطني، أبدأ يديني الدوافع بتاعتي، هو القائد بتاعي، أبدأ يديني الدوافع بتاعتي. يعني إحنا بنلعب على بطولة أفريقيا، إحنا النادي الأهلي، النادي القاري، ما فيش كلام ان احنا نازلين باذن الله باذن الله ناخد البطوله. ما فيش رفاهيه يعني، ما فيش، هو النادي الاهلي كده. يعني يخلص المباراه نبدا خلاص على طول. حتى فرحه البطولات حضرتك انت عارفه طبعا، انت احنا بنفرح ساعه مثلا بالظبط، ونبدا ربع ساعه بقى ونبدا نقول ايه في دوافع جديده، ايه الدوافع الجديده عندنا؟ صح. بطوله الدوري عندنا، كاس مصر عندنا، بس هو ده طبع النادي الاهلي. كلام حضرتك كابتن ياسر ممكن يتفهم ان انا دلوقتي كلاعب ما عليش اي بقى حاجه، انا الراجل اللي جايبه ده دلوقتي مدير فني هو اللي عليه كل حاجه، هو اللي يحفزني، هو اللي يديني الدافع، هو اللي يشغلني، هو اللي يرسم التاكتيك، وهو وانا كلاعب بنفذ. بس في لعيبه كبار يعني في وسط الفرقه. يعني في لعيبه زي وليد سليمان، اللعيبه الكبار في وسط الفرقه، قفشه، كل اللعيبه دي ليها دور برضك مهم جدا في اوضه اللبس. خلي بال حضرتك اوضه اللبس هي اهم ما في الموضوع. دي حقيقه. اوضه اللبس هي عنوان البطوله. اوضه اللبس فيها هدوء، فيها استقرار، فيها قيادات في اوضه اللبس بتاخد الفرقه الاتجاه كويس جدا، دي بتشيل مع المدرب بنسبه 50%. يعني المدرب ليه الملعب والتكتيك وكل الشغل الفني، لكن اوضه اللبس مع اللعيبه بتشيل. ما انا ما قلتش ان الموسمين لوحده، لكن هو دور المدير الفني ان هو يدي دوافع للفرقه، دور المدير الفني ان هو يعمل روتيشن كويس للعيبه، دور المدير الفني ان هو يبدا يحط الفرقه على التراك المظبوط، عشان ده احنا النادي الاهلي. قبل ما اروح لملف الدوري، لان احنا هنتكلم بقى عن اولى المباريات الخاصه طبعا الاسماعيلي، وحاجه برضو بدايه يعني تقيله. خليني اروح لاخر نقطه، وهي فكره هنا برضو الحديث يعني عن التبديلات اللي حصلت بالامس اللي البعض انتقدها. يعني هل برضو احنا نرجع نقول ان في بعض الاخطاء الصغيره هي اللي بتحملنا النتيجه في الاخر؟ يعني انا طرحت ده يمكن في اول الحلقه، وفكره التبديل، تاخير تبديل لاعب معين، تبديله بلاعب تاني مفروض ما يطلعش، يعني حاجات زي كده بتشوفها ازاي؟ هو ده برضك يرجع الاول والاخر زي ما قلت لحضرتك للمدير الفني. هو اللي حاسس بمستوى اللعيبه بتاعته، هو اللعيبه بتتمرن معاه، هو اللي قادر يحكم على النازل قبل ما ينزل، عارف ان هو هيقوم له بالدور اللي هو طالبه منه ولا لا. انا دلوقتي لما بعمل تغيير عندي هدفين، الهدف الاول انا بغير في شكل الفرقه، ولا الهدف بتاعي ان انا مثلا بدعم مثلا بدعم او حد تعب مثلا. في فرق يعني بين الاثنين، انا مثلا بعمل التغيير اضطراري او بعمل تغيير لتغيير شكل الفرقه او الشكل الخططي، انا عاوز اهاجم، عاوز ادافع. فبالحته دي بيبدا المدير الفني هو عاوز يعمل ايه، فمش هنقدر نحكم لان هو اللي هو يعني احنا مش بنحكم، احنا بنحاول نحلل. يعني على سبيل المثال لو حضرتك ذكرت دلوقتي التعب، ما محمد هاني امبارح كان باين عليه التعب جدا يعني مثلا، وانا شايف ان اقرب كان افضل لاعب في المباراه، دي حقيقه جدا لما نزل يعني الوضع اختلف. وليد سليمان برضك تغيير، يعني برضك وليد بقى له مده يعني ما كانش بيلعب وكده، لكن هو ممكن يكون حاطه علشان يعني قائد في الملعب، ممكن يكون عنده هدف تاني احنا مش واخدين بالنا منه بالظبط، عشان كده احنا بنطرح لكن التساؤلات. في الاول والاخر مش هو ده اداء النادي الاهلي اللي احنا كنا نتمناه، او هو ده اداء النادي الاهلي اللي احنا يعني بدايه بالنسبه لنا زي ما حضرتك قلت كده ال 11 يعني الستارت يعني ما كانش بنفس القوه اللي احنا ايه متوقعينها، مع منافس برضك مش قوي، يعني منافس مش قوي. فيعني اتمنى ان مستر موسيماني يركز مع الفرقه اكتر من كده، اتمنى ان هو يكون في الملعب اكتر من خارج الملعب،
يعني مهم جدا ان مستر موسيماني في الفتره اللي جايه بالذات يكون تركيزه اعلى من كده، لان ده النادي الاهلي وانت ماسك نادي كبير، نادي القرن الافريقي، محتاجه منك تركيزك يكون اعلى، مهتم جدا ان انت تدي دوافع للعيبه، تركيزك يكون داخل الملعب اكتر من خارج الملعب. كويس، انا حاسس ان هو تركيزه الفتره اللي فاتت كان خارج الملعب اكتر. دي نقطه يعني، او ده تصريح بقى من كابتن ياسر. اتمنى ان هو يركز داخل الملعب الفتره اللي جايه. عندنا رئيس نادي اصلا يعني نجم كوره، حاجه جامده جدا مع الفريق في كل كابتن سيد عبد الحفيظ يعني حدث ولا حرج، من افضل مديرين كوره على مستوى افريقيا. كابتن سامي ومصان كلهم بصراحه، كابتن سامي من الناس الجامده. فالجهاز المعاون والاجواء في النادي الاهلي ساعد اي مدير فني انه ينجح. فاتمنى من مستر موسيماني ان هو يعني يمسك فرصه ان هو موجود في النادي الاهلي، بيعمل تاريخ لنفسه كويس جدا. وجوده في النادي الاهلي ده اضافه لاي مدير فني في العالم، انه يجي النادي الاهلي ده اضافه. وعلى كل حال احنا يعني برضو مش هنقدر نروح مع الموجه اللي هي مثلا لاعب او مدير فني يكسب بطوله فالراجل ده كويس وبنحبه، حصل دروب في حته ان احنا نقلب، لا يعني احنا مش عايزين نروح اكيد مع هذه الموجه. احنا بنتكلم فنيا. ايوه طبعا، برافو عليك. لا نتفق مع حضرتك، بس في الاول في الاخر يعني احنا منتظرين ان شاء الله من موسيماني لسه كتير، ومن اللعيبه بتاعنا، لان هي يعني واجهين لعمله واحده، ما نقدرش نتكلم عن كلنا في مركب واحده. ايوه كلنا في مركب واحده، جهاز فني واداره ولعيبه، كلنا في مكان واحد. نتفق مع حضرتك. بنتمنى من اللعيبه برضك ان هي انتوا بتمثلوا النادي الاهلي يكون عندكم الدوافع والحافز اعلى من كده. بنتمنى الاداء يعني يكون افضل من كده المباراه اللي جايه، وان شاء الله انا متوقع ان احنا هنكسب بنتيجه كويسه جدا. هو تمني مشروع جدا بصراحه. يعني نرجع لمستوانا تاني، نروح للدوري والجدول حضرتك جايبه لنا مشكورا، ونبدا بالاسماعيلي، ده هيبقى اول مباراه عندنا طبعا. ايوه احنا طيب. عندنا طبعا ترتيب المباراه. اتفضل. يعني عندنا الاسماعيلي اول ماتش، تاني ماتش البنك الاهلي، وبعدين الزمالك، يعني ثلاث ماتشات الاولانيين. طبعا هو الدوري بقى قوي جدا، يعني بالنسبه للمستويات الدوري بقى قوي جدا، فدوت محتاج مننا من بدايه الستارت بتاعنا يكون ماتش الاسماعيلي مهم جدا. ان شاء الله باذن الله يكون الستارت كويس، ان شاء الله يعني البطوله تكون في النادي الاهلي. تدريجيا البنك الاهلي تاني مباراه، بعد كده عندنا الزمالك، وبعد كده المقاولين، عند كده المحله. يعني انا شايف ان ترتيب الماتشات هو، بس في مشكله ان في عندنا ماتشين ورا بعض صعبين جدا، فيوتشر وبيرمز. فيوتشر عامل انتقالات مع علي ماهر كويسه جدا، فدول برضك يعني، والبدايه برضك ماتش قوي جدا، وتالت اسبوع عندنا الزمالك. فان شاء الله باذن الله يكون الستارت بتاعنا كويس جدا، ان شاء الله اللعيبه تبقى تكون في حالتها. احنا الماتش الجاي هيجي قفشة يخش تاني، عندنا تلات اسابيع الشناوي هيكون موجود، فان شاء الله الامور تبقى كويسه باذن الله، يعني نقدر نلم نفسنا بسرعه ونبدا نعمل الستارت كويس. يعني لو انا اتكلمت عن اول يعني ثلاث ماتشات او ثلاث اسابيع، الاسماعيلي، البنك الاهلي، الزمالك، من وجهه نظر كابتن ياسر انهي اكتر مباراه انا مفروض اعمل لها حساب بزياده؟ كل الماتشات بالنسبه للنادي الاهلي، لان كل الفرق بتيجي قدام النادي الاهلي بتحاول كلعيبه حتى تثبت وجودها، يعني حتى الفرقه الثانيه اللي بيجي لعيبه كل لعيب بيبقى نفسه يجي النادي الاهلي، فبيعمل ماتشات قويه جدا عشان يجي النادي الاهلي. لكن طبعا النادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، نادي الزمالك نادي كبير جدا، البنك الاهلي نادي كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني انا اتوقع البدايه هتبقى موفقه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه مع الاسماعيلي ومع البنك ومع الزمالك باذن الله، وتبقى بدايه للبطوله باذن الله. انا لازم نحطنا على التراك المظبوط، اخلص، ما عشان ده يحصل لازم احصل على النقاط بتاعتي في الاول بقى قبل فتره التوقف. صح. عشان انا مش ناقص. فيعني برضو ده عشان يحصل مفروض انا ككيان النادي الاهلي برضو اعمل ايه؟ طبعا ما هنرجع تاني، الكيان موجود ومحضر وجايب مدير فني وجايب جهاز فني، هو ده دور المدير الفني بقى. نرجع برضو تاني للمدير. نلف ونرجع. هو القائد، اصل المدير الفني حضرتك هو القائد، يعني هو اللي يبدا يحط اللعيبه على التراك المظبوط، هو اللي يبدا يدي الدوافع، هو اللي يبدا يشتغل، ده شغل. وبعدين ابدا اشوف مين اللعيب الجاهز اللي ابدا اديله فرصه، مين اللعيب اللي هو حاسس ان هو تعبان ابدا اريحه. احنا بدايه موسم والنادي الاهلي اداله فتره اعداد كويسه وحضر فتره اعداد من الاول، يعني ما فيش اي حاجه تقول ان هو ما يقدرش يعمل موسم كويس. كل عنده مجموعه لعيبه جديده كويسه جدا. ايوه داخل عندنا اثنين محترفين على اعلى مستوى. عندنا احمد عبد القادر جاي من سموحه، عندنا ناس معارين وناس صفقات جديده، يعني متهيألي يعني عندنا منتخب، مراكز كلها عندنا منتخب. صح. فيعني العصا دلوقتي في ايد
مستر موسيماني هو اللي يقدر يشتغل، وكلنا ثقه فيه ان هو باذن الله نحصل على بطوله الدوري، البطوله يعني المحببه لينا، ونحصل على ال 11 بالنسبه لافريقيا. كابتن ياسر، لو سالت حضرتك سؤال وعايزه اجابه صريحه، يعني احنا بنحلل من وجهه نظرنا في الاول وفي الاخر المصلحه يعني الاخيره للاهلي، ده غرضنا. مين من اللعيبه من وجهه نظر كابتن ياسر مع او تحت قياده باتسو موسيماني تالق جدا، ومين من اللعيبه من وجهه نظرك ظلم؟ والله هو يعني انا شايف ان اكرم في حته الباكايت دي يعني مستر موسيماني عملها كويس جدا، وبالتالي راح المنتخب فيها، فدي تتحسب له ان الباكايت ان اكرم عمل يعني حتى مباراه امبارح هو رجل المباراه من وجهه نظري، يعني تتحسب له جامد جدا. طاهر محمد طاهر وكهربا مع مستر موسيماني مش حاسسهم قوي. يعني كهربا برضك مش حاسه يعني بالشكل اللي هو كهربا فيه حاجه، يعني لو حضرتك تتفق معايا، كهربا لو نفسيته حلوه بيلعب حلو قوي، لو نفسيته مش تمام ما بيأديش قوي، يعني العامل النفسي مع كهربا بيبقى ظاهر بصراحه بشكل كبير في الملعب. بس انا لعيب كبير ولعيب لعيبه المنتخب طبعا، ولعيب يعني ابني من ابناء النادي الاهلي، اصلا كهربا ناشئين النادي الاهلي يعني، فابني من ابناء النادي الاهلي يعني واخد على البطولات من وهو صغير، ما ينفعش اقول عليه كده. انا كهربا انا انزل يعني بغض النظر عن المود والكلام ده، انا نازل عشان ادي لنفسي وبعدين للنادي ولنفسي، فمهم جدا. لكن انا مش حاسه، حاسه ان هي الكوره حتى بتهرب منه كتير، مش مظبط، مش في تألقه. خلينا ممكن محتاج من المدير الفني الاهتمام شويه، محتاج هو يراجع نفسه شويه يعني. وطاهر بداياته كانت كويسه جدا جدا، وبعدين بدا ينزل شويه، فانا مش عارف برضك طاهر حاسس ان هو برضك الشحات شويه بيتألق وشويه يعني، لكن اكترهم هو كهربا بالنسبه لي هو اللغز، يعني كنت بتوقعه يبقى افضل من كده. طب ما انا عشان برضو اتكلم لازم احاول احلل ما يعني. أيوة. عشان كده انا بسال حضرتك. أيوة. يعني التذبذب ده سببه ايه؟ يعني انا ليه بشوف عندي لاعب اداء كان رائع بعدين مستوى بقى مش زي الاول، مع ان انا منتظر منه بالعكس اداء يمكن اكثر كمان من الفتره اللي تالق فيها، لان انا بداخل على موسم جديد وعلى بطوله جديده وانا عايزك تديني احسن ما عندك. التذبذب ده ليه؟ ممكن يكون عشان ما بيلعبش اساسي، فبينزل مثلا ثلث ساعه، هو متعود ان يلعب من بدايه المباراه. طب ما في مباراه خدها من البدايه، يعني هي ترجع في الاول والاخر للاعب نفسه، انا اقدر اعمل ايه؟ حضرتك جاي الحلقه محضره دماغك ومركزه عشان حضرتك اسمك كبير، فبالتالي انت بتحافظي على اسمك قبل اي حاجه، رغم اي بقى ظروف حوالينا. صح ولا لا؟ طبعا. فهي دي نقطه البدايه اللي المفروض كهربا يبدا منها. انا بحضر نفسي، بجهز نفسي، انا لعيب في النادي الاهلي، عاوز ارجع تاني المنتخب زي ما كنت موجود. الموضوع يرجع في الاول والاخر للشخص نفسه، هو عاوز ولا مش عاوز، عاوز يبقى موجود ولا مش عاوز يبقى يعني موجود. يعني حضرتك بتحمل اللاعب هنا التذبذب ده، اصل ده لعيب محترف. احنا مش جايبين ده، لعيبه كلها محترفه، يعني شغلها الاساسي هو لعب كره القدم، مش جاي مثلا من شركه وواحد يلعب، لا ده لعيب محترف. صحيح. بيلعب في النادي الاهلي نادي القرن، فيعني يجب ان هو يكون على قد المسؤوليه هو كمان لنفسه كمان. عليه ضغوط اعلاميه، عليه ضغوط جماهيريه، كل الكلام ده تلاحم برضو بطولات وماتشات وغيره، برضو ده كان له تلاحم على كل الفرق. مش انا بتفق مع حضرتك. بس برضو ده يرجع بقى للتاهيل النفسي اللي هو برضو بيكون اساس فيه المدير الفني والجهاز الفني، واللعيب برضو زي ما حضرتك قلتي احنا كلنا في مركب واحد، اللعيب عليه عامل مهم، اللعيب هو رقم واحد مع المدير الفني. ما انا بدي لك فرصه، حضرتك استفدت منها ولا لا؟ صح. حضرتك يعني عيدتك دلوقتي تلعبي، انا لازم اثبت للناس كلها ان انا لعيب كويس واقدر اقود واقدر العب واقدر اخد فرصه واقدر اكون موجود ان يعني شاء الله الروح دي تعود مره ثانيه. ده اللي بننتظره يعني من اللعيبه، وده اللي احنا واخدين عليه معاهم طبعا. والقصه يعني ابس اند داونز ده موجود في كل حاجه، بس نتمنى ان الصوره اللي احنا عارفينها عن النادي الاهلي هي اللي لا هي الصوره موجوده الحمد لله، والنادي الاهلي نادي كبير، والنادي الاهلي زي ما حضرتك بدانا الكلام الاهلي بمنحضر، فأي وضع الأهلي بمن حضر دي حقيقة. نروح شوية لملف حراس المرمى، وزي ما دلوقتي اتكلمنا عن الدوري، ويعني في تغييرات كتيرة جدا لحراس المرمى برضو شفناها، ايه أفضل التغييرات؟ خلينا نعرف من حضرتك برضو ايه أكتر الحراس اللي شايفه ممكن يتألقوا يعني في الموسم ده. هو طبعا في أندية عملت يعني، نادي بيراميدز عنده شريف، وعنده جاب وعنده مهدي سليمان، وجاب دعدو من النادي المصري. النادي الاسماعيلي عمل برضك تدعيمات قويه جدا،
جاب احمد عادل عبد المنعم والنادي الاسماعيلي عشان نتكلم يعني. احمد عادل عبد المنعم ابن من ابناء النادي الاهلي، عمر رضوان ابن من ابناء النادي الاهلي، فوزي اللي كان بيلعب الموسم اللي فات في النادي الاسماعيلي ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني الثلاث حراس دلوقتي في الاسماعيلي ابناء النادي الاهلي، عشان الناس يعني تبقى عارفه ان النادي الاسماعيلي احنا المصنع، الاهلي والاسماعيلي وكل الفرق واحد. يعني لما نيجي نشوف الاسماعيلي دلوقتي ثلاث حراس من ابناء النادي الاهلي، فوزي كان حارس معانا في النادي الاهلي في الناشئين، عمر رضوان راح لهم من نادي الجيش من النادي الاهلي للناشئين، هم اصلا نصهم طالع على ايدك يا كابتن. ايوه الحمد لله يعني. الحمد لله كلهم طبعا ولادنا وكلهم لعبوا معانا. فالنادي الاسماعيلي بالتحديد ثلاث حراس دلوقتي النادي الاهلي. عندنا سيراميكا كليوباترا جابوا محمد كوكو من المقصة، الجونه جايبين عماد السيد من الاتحاد وده جون كويس جدا. عندنا الاتحاد السكندري جاب عبد المنصف واحمد يحيى. انا عبد المنصف بصراحه يعني بحسه حاله طبعا صح يعني طبعا. لا حاله الحضري بدا الموضوع وعبد المنصف مكمل يعني. يعني هو كام سنه دلوقتي يعني؟ 42 داخل في 43. ما هو الحضري بدا الموضوع طبعا يعني لعب لفتره كبيره جدا، وعبد المنصف بيكمل وعامل ارقام كويسه. متألق حقيقي. لا يعني عامل مواسم كويسه جدا. وجابوا احمد يحيى من الانتاج. المحله جابوا حارس واحد بس محمود الحضري. فاركو جابوا محمد صبحي بتاع الزمالك. وعاملين شايل الدخان جابوا عمرو حسام وبوسكا. عمرو حسام جابوه من انبي وبوسكا من الانتاج. المقصه جابوا احمد طارق سليمان ابن الكابتن طارق سليمان ومصطفى حطب الاثنين من النادي الاهلي. تمام. يعني حتى المقصة الحراس بتوعهم من النادي الاهلي. في يوتشر جابوا جنش ومحمود حمدي. محمود حمدي من المقصة وجنش من الزمالك. فيعني اعتقد ان حراس النادي الاهلي منتشرين في الدوري الممتاز بشكل كبير جدا، يعني دايما النادي الاهلي ولاده موجودين بشكل كبير جدا. صحيح. النادي الاهلي بيطلع حراس قويه وكويسه جدا. حلو جدا. طيب المنافسه بقى ما بين الاسامي والتنقلات دي والصفقات الجديده يعني برضو اكيد هتفرق في النتائج، هتفرق في اللعب، هتفرق في الصوره، هتفرق في البطوله. تمام. فعندنا برضو كلام كتير، صحيح. احنا هنطلع فاصل عشان نتكلم براحتنا لما نرجع مره ثانيه. هنروح فاصل سريع جدا بس كلامنا لسه مخلص مع كابتن ياسر، لسه في ملفات كتيره جدا، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره تانية وكلامنا لسه مستمر مع كابتن ياسر مصطفى. كابتن ياسر، نروح بقى لملف حراس المرمى بشكل كده يعني اكثر تفصيلا وتعقيدا، ونخش لكواليس. يمكن ممكن اروح للمشهد الاشهر وهو ما بين كابتن حضري وكابتن شناوي، واللي لسه فيه كلام لحد دلوقتي، وفكره الاحمال البدنيه وفكره شناوي كان مصاب، طب هو ليه حصل كده؟ يعني عايزين ننهي بقى الصورة دي أو الجدل ده. طبعا بالنسبة للكابتن عصام الحضري وكابتن شناوي، كابتن عصام الحضري دلوقتي بقى هو مدرب حراس منتخب مصر. في فرق جدا لما هو كان لعيب وفي فرق بين هو مدرب. طبعا من هنا بنشد على إيده، بداية موفقة إن شاء الله لكابتن حضري كمدرب لحراس المرمى. بنشد على إيد كابتن شناوي، أنت الحارس رقم واحد في أفريقيا، مفيش خلاف ان انت رقم واحد في افريقيا، وشخصيتك وادائك وخدت رجل مباراه في كاس عالم، يعني حارس كبير. فبالتالي دول الاثنين مش يعني مش متعارض، بالعكس دول الاثنين مع بعض هيكون مناسب جدا. الحضري اسمه كبير كمدرب وكلاعب، وان شاء الله تبقى بدايه ليه موفقه كمدرب. بالنسبه للموضوع الاصابه والكلام دوت، الاصابه دي حاجه عاديه في مجال كره القدم، يعني ممكن انسان يتصاب في تمرين في مباراه، لكن ملهاش علاقه بالاحمال البدنيه. ليه؟ لان هو التجمع كان 10 ايام. ال 10 ايام المنتخب لعب من خلالهم ماتش ودي وماتشين رسمي. فبالتالي دور مدرب الحراس في ال 10 ايام او الحارس بيبقى يعتمد كليا على المدير الفني من ناحيه ايه؟ انا كمدرب حراس بجهزه بعمل له الاحماء بتاعه، بعد كده بيبقى المدرب محتاج يعمل كورسات، ببقى جاهز الاحماء بتاعي على الكورسات، المدرب محتاج يعمل تصويب، المدرب محتاج يعمل يشتغل شغل خططي. بس كابتن ياسر، هو الكلام اللي احنا نعرفه ان شناوي نفسه كان قايل انا تعبان او انا مش عايز العب، او عبر باي شكل من الاشكال ان هو مجهد. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو النقطه دي تحديدا. انا ما اعتقدش ان شناوي قال انا مصاب قبل المباراه. ليه؟ لأن مش لازم مصاب. انا عشان كده بقول لحضرتك في كذا يعني بما معناه ان انا مجهد. يعني برضك كمدير فني، نبعد بقى من الكابتن عصام، نبعد شويه عن الكابتن عصام الحضري. كمدير فني انا ما اقدرش الاعب حارس بالذات بحجم الشناوي او منتخب
العيب هو في 20-30% شك ان هو مصاب، فبالتالي ممكن تكون دي جت اثناء المباراه، يعني ما يعني ممكن ما تبقاش من قبل المباراه. ليه؟ لان انا بالنسبه لما هو لما طلع قال انا مش هشوط او كده، ممكن تكون احنا يعني اتفهم الموضوع غلط، لان انا ممكن في اثناء المباراه مفيش حاجه اسمها حارس مش هشوط. ليه؟ لان ممكن تكون الكره معموله طويله بين المدافع او بين المهاجم، والحارس يبدا يطلع يشتتها مثلا. ففي التشتيت دي ما لازم هشوط، فما لهاش علاقه ان انا اشوط ضربه مرمى او ان انا ما اشوطش او اشوط. ليه؟ لان ممكن تكون كره ملعوبه اثناء المباراه تكون محتاجه من الحارس ان هو يشوطها، يعني كره طويله مثلا من خلف المدافعين بين المهاجم وبين الحارس، فالحارس بيطلع بسرعه شويه بيحاول يشتت، ما دي تصويبه. فانا لو انا مدير فني، لان راي مدرب الحراس دايما استشاري، يعني انا كمدرب حراس بقول لحضرتك كمدير فني بتقولي لي رايك، اقول لك رقم واحد عندي الشناوي، اثنين ابو جبل، ثلاثه بسام صبحي بالترتيب بتاعهم. يرجع القرار في الاول والاخر لمين؟ للمدير الفني. صحيح. المدير الفني اللي هو يقول حضرتك تبداي او لا، لكن راي مدرب الحراس دايما استشاري. والموضوع كله انا شايفه يعني خد اكبر من حجمه. لان الشناوي رقم واحد في افريقيا، مفيش كلام. كل يعني كابتن حضري له قيمته يعني الكبيره والناس بتحبه جدا، والشناوي كابتن الشناوي له قيمه كبيره والناس بتحبه جدا، والاثنين زملوا بعض على المستوى. طبعا هو يمكن يعني الناس زعلت على زعل الشناوي، وفي حاجات احنا ما يعني طبعا ما نقدرش ان احنا برضو الصوره حتى او المشهد اللي احنا شفناه ما نقدرش احنا نترجمه، احنا ما نعرفش كواليس كتيره جدا ان احنا نقعد نختار. لكن انا يعني بالنسبه للاحمال البدنيه اثناء التجمعات والمنتخبات يعني بتبقى دايما الشغل فيها بدنيا ما بيبقاش عالي جدا، لان خلاص هي الفتره 10 ايام بنلعب كل 3 ايام، بيبقى نسبه الاستشفاء فيها عاليه، الشغل الخططي بيبقى هو الغالب اكتر من الشغل اللي فيه البدني والكلام دوت. فبالتالي هو ممكن يكون اللي حصل اثناء المباراه يعني نفسها، لان الاحماء بيكون حوالي ساعه الا ربع. لو هو حاسس ان في مشكله كانت هتبان معاه في الاحماء، فاعتقد ان الموضوع ما فيش حاجه يعني فيها، وان شاء الله يا كابتن شناوي يرجع بصوره يرجع بشكل كويس جدا. ده اللي احنا ممكن والعلاقه بين الشناوي والحضري علاقه ان شاء الله تكون علاقه كويسه، ان هم زملوا بعض في كاس العالم، ودلوقتي الحضري بقى هو المدرب بتاع المنتخب بصفه النادي الاهلي، احنا بنساند كل الناس، فاكيد بنساند الحضري بصفته مدرب حراس المنتخب، لان احنا النادي الاهلي يعني. صحيح. لازم نساند الناس كلها، وطبعا الشناوي بالنسبه لنا يعني هو رقم واحد في افريقيا طبعا، وهو الحارس الاساسي بتاعنا، فاحنا طبعا لازم نسانده بشكل كبير جدا، ونتمنى له ان شاء الله العوده بشكل كويس جدا، لكن ما يستعجلش عشان الاصابه تبقى تعالج كويس، وهو خد حقنه بلازما من 3 ايام هتساعد على الاستشفاء بشكل كبير جدا ان شاء الله، ونتمنى له العوده. والشناوي يعني بالنسبه لنا حاجه كبيره، والحضري بالنسبه لنا برضك مدرب منتخب مصر احنا بنحترمه جدا وبنقدره. طبعا طبعا نورتنا يا كابتن ياسر والله بجد، انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك طبعا اعلاميه كبيره ربنا يخلي حضرتك، وطبعا سعيد اني موجود في قناه النادي الاهلي نادي القاهره. شكرا جزيلا. ده دي قناتك. شكرا ليك نورتنا، ويعني الحلقه كده انتهت، ان شاء الله بكره حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي، وكريم هيكون متواجد معانا باذن الله. مع السلامه.